بيسأل على موقف محمود عبد المنعم كهربا وموقفه من مباراه مقصه، مصر مقصه، المباراه هتكون يوم واحد في الشهر، بالتالي مجرد فتح باب القيد اذا محمود عبد المنعم كهربا هيكون متاح بالنسبه للنادي الاهلي. لكن برضو خلينا ناكد ان في بعض الاجراءات وبعض التفاصيل اللي تتعلق بالاستبدال وقيد اللاعبين ورفع لاعب اخر من القائمه عشان تحط مكانه كهربا، كل الامور دي جاري التنسيق فيها، وهنشوف امكانيه مشاركه كهربا او تواجده في قائمه مباراه المقصه يوم واحد في الشهر باذن الله. لكن الاهلي جاهز وجاهز لكل حاجه بخصوص هذه الجزئيه.